السلام عليكم. إن شاء الله بشارككم بعرض مختصر عن الجهود والأعمال اللي تتم بخصوص تطوير مواصفة دولية لحليب النوق. طبعا أعلنت الأمم المتحدة عام 2024 عام الإبليات، تتسم الإبليات بأنواعها طبعا في ضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، كما أنها تتمتع بأهمية ثقافية بالنسبة لكثير من المجتمعات. اجتماع أحب أذكر يعني كان في اجتماع الدورة 11 للجنة الدستور الغذائي اللي صارت في 2023، قدمت دولة الإمارات مقترح تطوير مواصفة دولية لحليب النوق لأهمية طبعا هذا المنتج على المستوى الإقليمي وتفرده بخصائص تغذوية متميزة. طبعا اللجنة وافقت على المقترح المقدم، وأوصت طبعا بالتعاون مع العمل عليه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بالاستفادة طبعا مع التجارب الإقليمية والدولية بهذا الخصوص. والعديد من الدول طبعا أكدوا على استعدادهم لتوفير البيانات المطلوبة للاتسام في تطوير هذه المواصفة. شكلت دولة الإمارات فريق فني لتطوير المواصفة، ومن أهم مهامها طبعا مراجعة التشريعات والمواصفات الدولية والإقليمية المتعلقة بحليب النوق، جمع وتحليل ودراسة بيانات إنتاج حليب النوق على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. أيضا جمع ودراسة الوثائق والدراسات العلمية الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالخصائص والمعايير الغذائية المميزة لحليب النوق، والاطلاع على ممارسات إنتاج حليب النوق على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. طبعا الفريق هذا مشكل من جهات محلية سواء اتحادية أو محلية، وأيضا في أعضاء من الجامعات البحثية، بالإضافة للشركات المنتجة للحليب حليب النوق. عد طبعا الفريق وثيقة أولية لمشروع المواصفة تغطي طبعا أكثر من جانب، لكن المهم طبعا أن هذه أنها تكون متوافقة مع متطلبات الدستور الغذائي. طبعا هناك كان تعاون على المستوى الإقليمي بخصوص مشاركة البيانات الخاصة بكميات الإنتاج وأنواع الحليب وغيرها من البيانات، بالإضافة للتشريعات الاتفاقيات، وان شاء الله بيكون تواصل معاكم، نحن بنتواصل معاكم لتوفير البيانات الخاصه المرتبطه بمواصفه حليب النوق. ايضا ان شاء الله دوله الامارات بتعتزم تنسيق ملتقى دولي لدعم تطوير حليب النوق في شهر سبتمبر ان شاء الله، ونأمل إن شاء الله بعد حضوركم ومشاركتكم في الندوة. طبعا ننظم نحن بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا بهدف إبراز مزايا وأهمية تنظيم إنتاج وتوظيف تداول حليب النوق، وأيضا من لدعم الجهود لإعداد المواصفة المطلوبة. سيتضمن الملتقى عدة جلسات تهدف مناقشة سواء مشروع المواصفة أو المسودة الأولية للوثائق والأدلة الداعمة. طبعا بيكون هناك الاجتماع، نأمل إن شاء الله نكون نقدر نعرض مسودة المواصفة ومسودة الوثائق المشروع. اجتماع اللجنة التنفيذية بشهر 11 بالتنسيق مع الأخ خالد الزهراني منسق الإقليمي، ونأمل إن شاء الله نقول أن يكون هناك توصية بتحويلها لاجتماع 47 إن شاء الله اللي بتكون في شهر 12. هذا باختصار
حبينا نشارككم، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا.